ابعد عنا. لا مؤاخذة لا مؤاخذة. في ايه يا عم؟ اموريني معلش. كنتوا عاملين اعلان على كشف السنان؟ في. طب انا عايز طب تمام مفيش مشكلة. اسم حضرتك؟ امنية. لا ولا اقول لك مش هتعرف عليك يا 150. عاملين اوفر. انت عبيط صح؟ لا ربنا يخليك. ربنا يخليك. يلا بينا. يلا يلا. ايه يا عم؟ تعال. ايه يا عم في ايه؟ مؤاخذة. لا دي مش عيادة اكيد. تعالي. هو في ايه؟ اتفضلي يا استاذ. هو بره وجوه؟ ايه؟ حضرتك دلوقتي عايزه تخلعي اسنان ولا حضرتك عايزه تكشفي بس؟ ولا حضرتك عايزه تعملي ايه؟ عايزه اكشف. تمام ماشي. ممكن حضرتك تفتحي بقك بس كده؟ تمام. يا نهار ابيض ده الموضوع بايظ خالص يا عم احمد. بص يا استاذ حضرتك الاول لازم هنتعامل مع الدرس ده اللي احنا هنحفر فيه 3 متر قدام. 3 متر. تمام. هنعمل خط مواسير غاز. دي هنوصلها بعد كده نسفلت. تمام. وحضرتك مثلا لو عايزه تشغلي بقك في بيزنس مثلا ممكن نعمل كافيه كده على الايه يعني حوالين الدروس كده ونعمل ايه نزرع شجره صغيره كده ونعمل قاعده برده منها برده استثمار لو حضرتك عايزه تستثمري ومنها برده يعني نشوف حضرتك يعني ايه موضوع جديد كده يعني. ده انت لذيذ بقى. لا مش لذيذ وانا حد قال لك ان انا سيفن اب؟ ايه؟ لا اله الا الله. في ايه يا استاذ بس عايز افهم. انا عايز افهم في ايه؟ اتفضلي استريحي. انا مش مرتاحه لك. ولا انا مرتاح لك والله. كده؟ يعني مش فاهم في ايه؟ انت في ايه؟ عايز افهم بس هو بق حضرتك فين بس؟ ايه؟ ده بق حضرتك؟ اه. اول مره الاقي حد بقه في وشه يعني مش مستغرب يعني. ايه؟ انت واجعني خلاص. انا فهمت المشكله في ايه. ماشي. بص يا استاذه حضرتك زي ما قلت لك شوفي حضرتك مثلا نحفر الاول. تمام. في الدرس ده بلاش خط يعني بلاش نعمل خط مواسير غاز. احنا ممكن نعمل خط مواسير مثلا ايه ميه صرف صحي. تمام. انا عندي ايه؟ انا مش عارف حضرتك عندك ايه بس انا بقول لك يعني حل مثلا مبدئي اللي احنا هنعمل نركب مثلا خطوط كهرباء كابلات كهرباء. تمام. توصل بالمواسير بتاعت الصرف الصحي دي هنعمل بيها استثمار نطلع يعني نروح على الدرس. هو عامه انا مش مستغربه ان انت كده ودكتور من المتخلف اللي قاعد بره. انا عايز افهم بس أنا عايز يا استاذه بعد اذنك بس انا بكلم حضرتك هنا. حضرتك يا استاذه داخله هنا ما انا سيبيني اشوف شغلي. انا مش عارف اشوف شغلي. مواسير ايه وحفر انت حضرتك تعبت. حضرتك ايه دي بس حضرتك موتراني والله خايف يا شيخه خايف بقول لك حضرتك موتراني زاد عن اللزوم تجيب اجيب شغل بره 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 بس انت والله اسناني انت اللي بره والله اسناني هي مين دي اللي بره اسناني هتقع انت عبيط ايه دي اسناني هتقع والله مش كفايه انك متخلف انت واللي بره ده هو اللي بره والله حضرتك سناني هتقع من الخوف والله العظيم يا استاذ انا اللي هوقعك من هنا والله العظيم هفتح لك نافوخ ليه بس كده يا استاذه ليه كده انا بقول لك خايف اطلعي بره بالذوق اطلعي بره بالذوق بدل ما اوقع سناني كلها ولا بعد اذنك في ايه في ايه بس يا انا عايز هاتي فلوسي فلوس ايه نادي على العلاقه بقى اللي بره ده يجيب لي فلوس ده سوقته يلا ده سوقته هو انت هتلغي معايا انا مش حضرتك كشفت صح عملنا لك كشف وعملنا لك يعني عرفنا هات فلوسي يا استاذ حضرتك عندك قلو في انت متخلف واللي بره متخلف ودي ده بقى مش عياده ده قلو اللي طالع لك في بقك يا استاذ اللي معصب ده في قلو انا هطلع لك قلو في دماغك دلوقتي ليه كده يا استاذ بس ايه انت حضرتك في قلو هات فلوسي انت هتلغي معايا في عين سمكه طالعه لك في بقك برضه ما رضيتش اقول لك عليها في عين زيت قشره برضه في اسناني اطلع بره لا 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 هقول لك على حاجه بص اهدي اهدي انا مش دكتور انا مش دكتور خالص اهدي خالص انا مش دكتور والله ايوه انت بقى ايه انا اسف مبدئيا انا اسف والله انا ما دكتور ولا اي حاجه خالص انا انا واحد بعمل مقالب هنا ممكن اذيع ماشي بعد اذنك واسف جدا لكل اللي حصل ده وحضرتك هتكشف الكشف بتاعك مجانا نذيع ماشي طب ممكن تدي لنا اوكي وقول لي ذيع نذيع اذيع اتفضلي اتفضلي لو سمحت انا نفسي كل ما اكل او اشرب حاجه ساقعه بيوجعني خالص
ممكن مثلا ضرسك ده بيغير عليكي من الاكل وشرب، عشان كده مثلا بيعمل لك مشكله. هو انا عايز اسالك سؤال بس، هو ضرسك ده بقاله قد ايه معاكي؟ كتير. طب يعني اكيد يعني اللي هو خلاص بقى يعني انتوا مرتبطين ببعض من زمان وكده، فبيغير عليكي ممكن. اما بتاكلي ايه بالظبط؟ ضرسك بيغير عليكي من الاكل والشرب. هو حضرتك جاي تهزر؟ لا انا بس بكلمك بجد. انت حضرتك دلوقتي انا عايز افهم بس المشكله اللي عندك ايه. عندك ضرسك لما تيجي تشرب حاجه ساقعه بيبسي مثلا، تمام، انت بتشربي نوع الحاجه ساقعه ايه بس؟ حضرتك بتشتغل ايه؟ انا حضرتك دكتور. طب انت مالك بكل اللي انت بتقوله ده؟ لا انا بفهمك بس القصه. بص هقول لك حاجه، انا دكتور اساسا تعليمي السن باللغه. انا مالي بقصتك؟ بقول لحضرتك ضرسي وجعني. تمام، من ايه؟ حضرتك دكتور. ضرسك وجعك من ايه؟ قلت لك لما بشرب حاجه ساقعه. يبقى هو بيغير من حاجه ساقعه. انت علاج لدرسي مش حضرتك دكتور. انا دكتور ايوه، ما انا بفهم حضرتك بس القصه كلها. خلينا نمشي واحده، اصل ده درس، ده روح لازم نتعامل معاه ولازم نفهم نفسيته كويس ولازم نفهم هو مشاعره ايه من جواه. انت نفسيتك كويسه؟ انا الحمد لله كويس. ايه بصي واحده واحده دلوقتي، درسك بيوجعك من ايه؟ من الاكل والشرب. نوع الحاجه الساقعه اللي بتشربيها ايه؟ بيبسي. لا ما تشربيش بيبسي بقى، عشان هو دلوقتي بيغير من بيبسي. اشربي ميريندا، شربي مثلا كوكاكولا. جربت تشربي كوكاكولا قبل كده؟ لا ما جربتش. يبقى مثلا جربي كوكاكولا، لو غار عليكي منه برضه غيري. حاجه ساعة تمام، يبقى كده هنشرب ايه؟ كوكاكولا. اي اكل بتاكليه بيوجعك ضرسك؟ ممكن ما تاكليش خالص. لا ما تاكليش، يعني ممكن مثلا تتعاملي مع نفسك مثلا انت ايه، تعلقي محلول تعيشي بيه بدل الاكل. اوكي كده، ده برضه بيديكي نفس الفوائد، مثلا كبروتين، كفيتامين، كاي شادو، ايلاينر، كل حاجه يعني. معلش حضرتك عبيط. في ايه يا استاذه ليكي؟ عايزه افهم ده انت جاي تهزر ولا في ايه؟ هو حضرتك، انا عايز اسال سؤال، هو حضرتك اللي قلت لي عبيط ولا درسك؟ عشان انا عارف اللي هو غيور قوي يعني، فممكن مثلا بيغير مني، بس انا مش بعكسك والله. ما تعرفيش اصلا ان طبيب، انا بقالي 18 سنه بدرس طب عشان افهم. ممكن اشوف الكارنيه بادي لانجويج بتاع الدرس، افهم دميه بشريه للدرس. فبقالي 18 سنه يعني، اللي انا بقول لك عليه دي نفسيه الدرس. اتفضلي اتفضلي. ده درس، ده انا مش درس، ده انت حاطه اسد جوه بقك. حد اسد ايه ده؟ خرتيت صغير. ممكن بس حضرتك تفتحي بقك؟ انا ايه اللي في ايدك ده؟ يا استاذه اهدي، سيبيني اشوف شغلي. ايه اللي في ايدك ده؟ يا استاذه سيبيني اشوف شغلي. انت بتشتغل بمفك؟ ضرسك عصبي. انت بتشتغل بمفك؟ ما تفهمي بس، افهمي حضرتك. انت متخلف؟ ليه يا استاذه كده؟ انتوا جايين هنا تهزروا؟ لا مش جايين نهزر، انا بقول لحضرتك ما فهمت. والله يا اخرك. خلاص انا اسف، انا اسف يا ضرس. انت بتشتغل بيه ده؟ ايه دي؟ انا عارف. بص اصل حل ضرسك ده ما بيجيش بالهدوء. انت متخلف يا درس، ما تزعليش. قلت لك الله انت بس عايزه ايه؟ احترم نفسك. انا ساكت اهو، خلاص انا اسف. انا اتفضلي يا استاذه بس ترزقي وانا هشوف الموضوع ده. انت بتشتغل بيه ده؟ ده يا استاذه دي ما يعني مفكات صرف صحي، مش لدرسك خالص، مالكيش دعوه بيها. انا شغال سباك بالليل، باكل عيش بقى ولا مش عايز. انا بقول لك انا مش زي هزر. انت ليه مش راسك ان انت بتشتغل بيه؟ انا بقول لك تلفي تعبني. تمام يا استاذ ماشي، ما بيتعصب عليا انا. بتتعصبش عليا يا درس، انت تعبان، انا احل لك مشكله. درسك ده لازم يتضرب. انا هجيب له دلوقتي دروس تتلم عليه، انا هجيب له الدروس كلها اللي عندي تتلم عليه، تصل له وشه. تبقى كده؟ انت ده درس انت؟ والله العظيم انا عايزه فلوسي. اهدي بقى، اهدي. والله انا اللي هفتح لك دماغي. اهدي بس يا معلم، اهدي. هتوعدني هتروحي في داهيه. انا عايزه فلوسي اخرس. هتروحي في داهيه. اهدي خالص، اهدي. اهدي استني بالله كده. انا اسف بس اقول لك على حاجه، انا مش دكتور والله، ولا متخلف، ولا انا راجل بعمل كاميرا خفيه، مش بس انا اسف على اي حاجه حصلت. ولو مش عايز اللي احنا مش هنذيع خالص. مش عايز اذيع حاجه. طب ما انا هقول لك بس حاجه، ممكن تهدي؟ طب اتفضلي استريحي واهدي. اتفضلي استريحي بس اقول لحضرتك حاجه. اتفضلي استريحي. انا سالت على حاله حضرتك كويس، عرفت ان حاله حضرتك مش صعبه قوي، عشان كده قدرنا ان احنا نعمل معاك المقلب. انما لو في حد حالته حرجه احنا اكيد مش هنعمل معاك مقلب، عشان ما يحصلوش مشكله. اذيع؟ اذيع. طب انت اوكي؟ يلا اذيع. عايزين نعرف مكانك فين بقى، الناس تتفرج عليك. على ميدان الحي العاشر، مدينه نصر، العماره اللي فيها معمل الفا، الدور السادس، مركز طلة. وعلى كده المكان هنا يا دكتور ليفيج؟ طبعا. اللينك هنسيبه لهم تحت فين؟ في الديسكريبشن. طب يا دكتور بقى، حبايبنا اتفرجوا علينا كده مثلا، هيجوا لك هنا يشرفوا، هل في مثلا عرض نقدر نعمله لهم مثلا يميزهم بحاجه؟ اي حد من طرف قناه امام مصر. اي حد من طرف قناه امام مصر من الشابين دول او شاف الشابين دول قبل كده
يوم خصم 50% على الخدمات بتاعتنا كلها، وهنعمل له عرض جبار، الطبيل والتنظيف واحد وعليه واحد مجانا. يعني لو جيت انا وهو وهنتحاسب بواحد خصم 50% وواحد معاه مجانا طبعا. يلا بينا على جوه. طيب.